هذا الموضوع اي نعم. الالوان او تقريبا مثل هذا الكلام. اي نعم انا قلت. وش اللي تقصد فيها؟ اللي هي تذكرني انا قلت اكثر من واحده، بس انا قلت انا يمكن تذكرت قلت المنتخب السعودي سجل فيه 6 اهداف، الهدف الوحيد اللي يتحمل حارس المرمى هدف اليوم، اللي يتحمل بشكل ما يبغى له كلام يعني، بقيه الاهداف ليس فيها خطا من حارس المرمى ابدا، هذا رايي الشخصي يعني، وانا مستعد يعني استعرض الاهداف واحد واحد. انه تسبب فيه الحارس، في فرق بين الحارس يتسبب وبين الحارس كان ممكن لو كان مستواه اعلى شوي يردها. يعني الخمسه في مباراه روسيا ما يتحملها المعيوف؟ نعم انا اقول لك الان الهدف استعرضه على واحد واحد، الهدف الاول يمكن لو كان من خط السته ضربه راس بدون اي مضايقه، لو كان فيه لو كان الحارس مثلا مستواه اعلى ممكن ينقذها، شاهدنا حارس منتخب مصر انقذ كره مشابهه لان يعني مستواه اعلى، هذا ما نختلف عليه، ولكن ليس بسبب الحارس، ولو حارس مصر ما انقذها ما حد لامه. نجي للهدف الثاني داخل خط السته، سحب 2 انفرد وضعها في المرمى. نجي للهدف الثالث ضربه راس من خط السته، في كل كره القدم على مستوى العالم اي واحد يفهم كره القدم يعرف انه لو جبت اكبر حارس في العالم مستحيل يردها. اجل ليش هاجموا المعيوف طب في المباراه الاولى؟ ايوه انت جبت السؤال، هذا الكلام انا قاعد اقوله تصفيه حسابات وميول وناس تبحث. طب هذه يعني المشكله، خليني اقول هذه المشكله اللي احنا نتكلم عنها، هذه المشكله هي قائمه من زمان، لكن المشكله لما تؤثر ويحسب لها حساب وتبدا تغير القرارات، هنا السعيرة المشكله. انا ما عندي مشكله، من زمان كانت العالم تتكلم وتنتقد وتسب، وبالنسبه لي ما عندي مشكله، خلي اللاعب السعودي تحت الضغط. طيب اللاعب السعودي على فكره من زمان كان تحت الضغط. نرجع نكمل الاهداف على فكره، باقي الهدفين الرابع والخامس. خلي واحد فاول. لا قبل لا راسنا جاهز. لا قبل. هو واحد فاول ما في. لا بس قبل مستحيل يرده. وهذا في الثمانيات عشان خليك ترد على راحتك. لا على فكره الحين ثاني مره ما هي حلوه حقكم ترى. على فكره ترى هذا مو بدفاع عن الحارس، ما هي حلوه. انا الحارس انا اعتقد انه ما عندنا حراس كويسين، لكن انا اقول الاهداف الاهداف اللي شاهدناها في حراس مميزين تركب على اي حارس. طيب كبار عبد الله نروح لاحمد ولا خلي سالم يرد؟ يلا خذ راحتك.